كلشي بخير لاباس عليكم، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. اخوان راكم شفتوا، راه دخلت في عطرة صدر تغير الريش، طاحوا شويه ديال الزغيبات الفوق، مشينا حسنا بكرة هاد الصهد هذا، راه بحالنا بحال الفراخ كنبدلو حتى حنا. نتمنى من عند الله يخلف الله هادشي دغيا. اخوان اليوم كما كتعرفوا النيتواياج مهم ضروري، مره في السيمانه ولا جوج مرات ولا مره في جوج سيمانات، على حسب بيان سور العدد ديال الطيور، على حسب العمل ديالنا، على حسب بزاف العوامل، ولكن ضروري النيتواياج. اليوم كندير النيتواياج ديالي، ورئيس انني نبارطاج معكم واحد الفيديو، لان واحد المره كانوا سالوني واحد الاخوان على البرودوي اللي كنستعمل باش كنديزانفيكتي، شوف باش كنعقم الماتريال ديالي، مثلا الطاوات ملي كنمسحهم ولا الحيط ملي كندوز على الحيط مثلا، شوف البرودوي كنستعمل. وبين قوسين الاخوان ولا الاخ اللي كيتفرج وكيقول هذا راه كيخور علينا، راه خلينا من لي برودوي، كيبيع لي برودوي ولا هذا، انا راه ما عندي حتى شي ربح في هذا البرودوي اللي غادي نوريكم، ما عندي لا ريزاكسيون فيه مع الشركه، ما عاطينو ليا فابور راني شاريه، ما غادي نبيع ليك هذا البرودوي ما والو. بغيتي تبقى في الخل ديالك وتبقى في الثومه، والله يسخر لك. حنا ما كنقولوش تخلو الثومه ما مزيانينش، ولكن ما كنقولش انا هاد البرودوي راه هو اللي خصو يتستعمل، انا غير كنبارطاجي مع الاخ حتى هو اللي كيتفرج ولا الاخوان اللي كيتفرجوا ما عرفوش بغاو يستعملوا شي برودوي ما عرفوش. اذا هذا بين قوسين، اذا الاخ هذا اللي عنده هاد الهضره، لان الهضره كتوصلنا وماشي مشكل، داكشي عادي، خذ راحتك. غير هو لو حبيت انا مثلا الا كان شي ملاحظه دار في الكومونتير ونجاوبو النيشان، فهمتي؟ اما الهضره كتبقى الدور وكتوصل، راه كيدير الاشهار باش كيدير الاشهار راسو ولا هذا، لا الحمد لله. المهم كل واحد عارف شنو كيسوى وعارف شنو كيدير، خلاص هذه بين قوسين، غير باش ان الاخ هذا ولا الاخوان يقتصدوا على راسهم هاد المجهود هذا ديال التفكير هذا الفارغ وماشي البناء، ولكن ماشي مشكل، المهم نسدوا القوس. اذا نرجعوا لهاد البرودوي هذا، انا كنت كنستعمل واحد البرودوي اللي كنت كنجيبو من برا، ولكن ما بقاش مع الحدود مع كورونا وهادشي راكم عارفين. اذا التجانا للبرودوي اللي كنلقاو في السوق ديالنا هنا، اللي كيدخلوهم شركات اللي هما كبار، وهذا ماشي مشكل. اذا حنا كنستعمل ان هاد البرودوي هذا، هاد البرودوي اللي هو موجود في الاسواق الكبرى السوبر مارشي، مره اخرى راه ما عندي شي ربح في هاد الشركه ولا في هاد البرودوي هذا، تقلب على برودوي اخر اللي هو كينافسو ماشي مشكل. هذا سلام ديزانفيكتون اللي هو معقم ديال 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 الارض وديال الكوزينه وهذا، ولكن ما فيه جديد، غير هو هاد المعقم كيحيد لي بكتيري وكيحيد لي فيروس وكيحيد لي شامبينيون. اذا كل الفطريات ولا البكتيريا ولا الفيروس كيحيدهم الا كان شي حاجه في القفص ديال الدار. ما كنهضرش على كورونا، خلينا من كورونا دابا، حنا نرجعوا للطيور، هادشي راه كنستعملو قبل ما تجي كورونا، وان شاء الله مورا ما تجي كورونا غادي نبقاو نستعملو. اذا باش ماشي يقول واحد راه كيدير العلاقه بين كورونا وبين هذا، راه حنا كنهضرو على الطيور. اذا هادشي ملي كيكون واحد البكتيريا في البيت ولا لي شامبينيون، ولا حنا كنعرفو في هاد الوقت ديال الصهد كتكاثر البكتيريا وكتكاثر لي شامبينيون كيتكاثرو. اذا باش كنعقمو هادوك الطاوات مثلا، انا غنوريكم كيفاش كنعقمهم، كنخدم بهاد البرودوي ما فيهش جافيل، الا لقيتي شي واحد فيه جافيل خودو راه مزيان، راه فيه جافيل. انا علاش كنزيد فيه جافيل؟ لان داك الجافيل حتى هو كيزيد يعقم، وسيرتو الا كانت شي كومبينه مثلا ولا شي حاجه، شي بلاصه في الكومبينه ملي كترشها بجافيل راه كتكون مثلا الاثر ديالها على ديك الكومبينه. هذا في اطرو ربع كنزيد فيه انا بوشونه ديال الجديد، وكنديرهم انا في هاد القراعي هادو، هاد القراعي هادو اللي هما تما كناخذهم بريكوما، هاد القراعي باش مزيانين ديال الرشاشه هادو كتريكلا فيهم وصحاح شويه، صحاح ماشي داكشي اللي كيخسر دغيا ورا 10 د الخدمات كتخسر هادي، وكترش هذا كنرش. انا غنوريكم ان شاء الله دابا كيفاش كنستعمل. مثلا كناخذ انا مثلا طاو، مثلا هذه طاوة ديال الطيور، كان البرنامج ديالها ديال العام ديال الشهر اللي فات، العام اللي فات الشهر اللي فات السيمانة اللي فاتت، حنا دابا بدينا كندخلو نخرجو من الغلاف. أوعدوك هذاك السيد اللي متبع كيقولك راه كيخور، هو بدا كيخور نبيل. هادي ها هي الرشاشة، من هذا راه كتريبلا كيما بغيتو نتوما، ماشي ضروري نرشو بزاف، راه هاد الرشاشات راه هما كافيين، وكنمسحو بهذه الطريقه. هذه حنا ديزانفيكتيناها، كنديرو الجورنال ديالها، ها هي مشات سيمانه اخرى ان شاء الله. وهاد الطاوات هادو كما كتشوفوهم عندهم فايت عام، عام ونص عندهم ديال الخدمه تقريبا، وهما باقيين في حاله جيده. لان علاش؟ لان كيتمسحو كل سيمانه، وكل لو ما نمسحوهمش كل سيمانه غادي نلقاهم بواحد الحاله اللي هي مزريه، لا هما لا الطيور اللي كيبركو فيهم.
ومن بعد كذلك هذه الطريقه هذه كنستعملها في الاقفاص، وكنستعملها حتى في الحائط مثلا. ملي كنجر مثلا واحد القفص وكنبغي نطوي مثلا وراه، راه كنرشه وكنمسح. وهادشي اللي كاين الاخوان، هادشي مره اخرى غير باش نبارطاجي معكم بعض الافكار ولا بعض الخبره اللي كنخدموا بها حنا. ما كتعنيش ان هادشي الشيء اللي خصكم ديروا، لك ديروا شي خدمه اخرى بطريقه اخرى وكتوالمكم، هذاك هو المهم. اذا ما كاينش اشكال اذا كتقلبوا على الفكره، حنا عطينا فكره واللي بغى يستافد مرحبا، ولا كان شي تعليق مرحبا. واعتذر على القوسين اللي هذا، لان كثروا بعض الناس اللي داخله في الاقواس. يلا تبارك الله عليكم، شكرا، السلام عليكم. خور اصاحبي ولا ما خور، حتى شي مستوى فنادي، حتى شي مستوى، ماشي ديال المتبعين ديالك زعما. وفعلا الاخوان اعتذر على هذه الكلمه، ماشي في مستوى ديال كثير من المتبعين، واعتذر من هاد المتبعين. واخا راه كان بامكاننا نحذفها ونعاود الفيديو وما نديرها، ولكن خليتها. علاش خليتها؟ لان كاين بعض الاخوان هذوك ما كنعتذرش، وهذوك هذيك هي اللهجه ديالهم. لا استعملت هذه اللهجه، واخا ماشي في مستوى ديالي انا، ولكن لا استعملتها باش انا نهضر باللهجه ديالهم هما باش يفهموها. لان راه هضرنا باللهجات اخرى اللي كيهضروا بها الناس المحترمه، راه ما كيفهموش. اذا هضرنا بهذه اللهجه ديالهم، واعتذر للاخوان ديالنا حنا اللي كيتبعونا، واخوان اخرين الله يهديهم ويهدينا حتى حنا ويهدي جميع المسلمين. يلاه تبارك الله عليكم اسيدي. خور اصاحبي ولا ما خور، دير فراخك انا بيه وهنينا.